معنا من القاهرة مدير مركز الجمهورية لدير حقوق الإنسان ميسرة بكور. أهلا بك سيد بكور. نيوز عربية، يعني هل لديكم معلومات عن حقيقة الوضع؟ صباح الخير. حقيقة حي حمص وكل ما يحدث في حي الوعي حي الوعر حمص منذ أسابيع ينقل على الهواء مباشرة، طفقات الموت وحتى الطائرات وبراميل الطائرات المتفجرة التي حتى اليوم تجاوز عدد القتلى 20 شخصا، كان منذ أيام كان 17 شخصا، اليوم بالأمس تم استهدافهم ببراميل متفجرة، تحدث عن أكثر من 20 شخصا. بنفس أثناء وبنفس الوقت قافلات إغاثية أممية تحاول الدخول قناص على في فندق الجاردينيا في منطقة قريبة جنوب حمص، جنوب حي الوعر تحديدا، قام بقنص أحد المواطنين داخل الحي أو في المنطقة عموما. أعتقد أن بشار الأسد بالأمس كان يتحدث تنظيم بشار الأسد عن مبادرة لإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وكل هؤلاء، ظن البعض بأنه يريد أن يبني أو أن يقدم النوايا الحسنة كما جاء في جنيف، استعدادا في بيان جنيف واستعدادا لجنيف 4، لكن الحقيقة تقول بأن بشار الأسد استخدم سلاح الجوع كسلاح أساسي في المعركة، سلاح الجوع وهو سلاح فتاك وتدميره شامل، استطاع من خلال السيطرة على مصر القديمة كاملة. لماذا يقصف حي الوعر وقد استجل الوعر لجميع الشروط وحضروا جميع المفاوضات وحضروا جميع المبادرات التي كانت مع تنظيم بشار الأسد وقبلوا الشروط وغادر بعض المقاتلين؟ لماذا يصر بشار الأسد على حي الوعر في هذه اللحظة؟ سيد بكور، الوضع الإنساني هل وصلت الأوضاع إلى حد الجاع؟ يعني منذ متى لم تأتي أي مساعدات إلى هذا الحي؟ الشهر السابع في دخلت المساعدات مرتين، اعتقد انها كانت في الشهر السابع على ما اظن، لانه كانت المساعدات عندنا في المنطقه عندنا 4 نقاط: حي الوعر والرسن وتلبيسه وحوله. هذه النقاط الاربعه بالاضافه لحي الوعر كانوا 3 أشهر او 4 أشهر او شيء من هذا القبيل. يعني الاسبوع الماضي كان في الاشكاليه، كان في قافله اغاثه الى تلبيسه، وبنفس الوقت استهدفت هذه القافله اثناء فريغه ولم يتكلم احد. الوضع الانساني تتحدثين عن الحي، حي محاصر، ومحاصر ليس بحواجز، بكليات، الكليه الحربيه وامتداد اكثر من 5 من الجهه الشرقيه وزاويته الجنوبيه المشفى العسكري، من خلاله يوجد سكنه ميلا، من الغرب بعض القرى المواليه، نهر العاصي و الجدينية وهذه المناطق أمن الدولة، يعني هو محاصر بذكرية موجودة بالأصل، ناهيك عن داخل عن مشفى الحمص الكبير الذي في الشمال تقريبا بجانب فرن الوعر المعهد الصحي. كل هذه تحولت إلى مراكز ونقاط لاستهداف أهالي سواء الوعر القديم أو غرب الوعر، يوجد السراي الحكومي أو القصر العادل هناك، كذلك كان شال الأسد، وإذا هو سكنة عسكرية كاملة ومحاصر من الأربعة. الثوار او المعارضه قبلت بوفود طائر الاسد، ولكنه مر على اركاع واخضاع كاخر من احياء الثوره في مدينه حمص عاصمه الثوره. المساعي قائمه لادخال هذه المساعدات، يعني هنا ان قافله المساعدات او قوافل المساعدات يتم استهدافها، المساعي لكي تدخل هذه المساعدات لحي الوعد طبعا البعيد لانها تدخل من مناطقه ولا تدخل من مناطق المعارضه. دعونا نتذكر تقريبا 95 صعد حي الوعر احياء هي خارج المدينه تقريبا، ولكن حي الوعر هو الحي الرئيسي والحي الحربيه، والقافلات دخلت من مناطق بشار الاسد يعني او حزب الله تحديدا الذي يسيطر على مدينه، مسؤول عن حمايه هذه القافلات. اتحدث عن الوساطه ادخالها، يعني اي مساعي مع النظام تحصل اليوم؟ المفروض أن تكون بين الممثلين الأمين العام ومكتب ديمسورا ومكتب المساعدات الإنسانية
وبعض أهالي الهلال الأحمر مفروض هنا التنسيق، وتم التنسيق وجاءت القوافل على الطريق. يعني أثناء الدخول إلى حي الوعر أوقف نار عليها. إذن المسؤول الأول والأخير عن الوقف هو بشار المسؤول عن التنسيق الهلال الأحمر ومكتب ديمسورا والناس المسؤولين عن الدعم، وقد جاءوا وزاروا حي الوعر من مرة. شكرا لك، كنت معنا من القاهرة مدير مركز الجمهور.